السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم الأسبوع ده عن المعادلات وحل المعادلات. أول حاجة هنتكلم فيها إزاي نحل كذا معادلة مع بعض. لو عندنا كذا معادلة في كذا مجهول X وY وZ مثلا، إزاي نقدر نحلهم سواء 3 أو 4 معادلات أو أي عدد من المعادلات بقى، لأن احنا بنستخدم أداة إلكترونية، إزاي نحلهم مع بعض. فلو عندنا في الأول مثال رياضي بسيط، لو عندنا معادلتين في x و y وعايزين نجيب قيم x و y، لو كنا بنحلهم بالرياضة كنا مثلا بنجمع المعادلتين على بعض، فيبقى مثلا 2x بتساوي 4 فتبقى x ب2، ونعوض في واحدة ونجيب ال y، ففي الحالة دي هتبقى y بسالب 1، يعني لو جمعناهم على بعض فدي هتروح مع دي، هيبقى 2x بتساوي 4، وجبنا ال x وجبنا ال y، او ايا كانت الطريقة بقى، بناخد واحدة ونعوض بيها في المعادلة التانية ونقدر نجيب قيمتها، وبعد كده نجيب قيمة التانية. فكانت هنا عشان معادلتين في مجهولين كانت سهلة وبسيطة، بس كل ما بيبدأ يزيد عدد المجاهيل يبقوا 3 أو 4 بتبقى الدنيا صعبة ومكلكعة وبتاخد مجهود كبير جدا. هنشوف مثال بسيط اللي هو على معادلتين بس، ونبدأ نشوف بعد كده على حجم أكبر، سيستم أكبر. فقلنا كان هنا مثلا اكس هتطلع ب2، فالتالي واي تبقى 1 ناقص 2 تبقى بسالب 1. طيب لو عايزين نعمل ده باستخدام الماتلاب هنطبقه ازاي؟ لو عايزين نعملهم باستخدام الماتلاب، قلنا قبل كده اتكلمنا في الماتريسيز ان احنا بنحط في صورة مصفوفات اي اكس بتساوي بي. فهنبدأ نمسك المعادلات بتاعتنا ونبدأ نكون منها كذا ماتريكس، ونبدأ نشوف نعمل ماتريكس للمجاهيل ونحسب ماتريكس المجاهيل دي. يعني عندنا المجاهيل x و y، فهنخلي الماتريكس x دي بتاعت المجاهيل، وهيبقى عندنا ماتريكس a وماتريكس b. ماتريكس a بتاعت المعاملات، معاملات المجاهيل في المعادلات، وماتريكس b بتاعت الناتج، ماتريكس النواتج. فهيبقى عندنا A بتاعت اللي هي معاملات المجاهيل، و B بتاعت الناتج، و X هي مصفوفة المجاهيل اللي عندنا ايا كان عددهم. فبالتالي عشان احسب X قلنا ان X هتساوي B على A، او هتساوي A inverse في B زي ما اتكلمنا قبل كده في المصفوفات. فكان عندنا المعادلة كانت بتقول x زائد y بتساوي 1 و x ناقص y بتساوي 3. فأول مصفوفة أو ماتريكس هنكونها بتاعة المعاملات، بيبقى عندي ببدأ أعمل صف لكل معادلة، أو بيبقى العمود بيمثل لي معاملات مجهول معين. يعني هبدأ أشوف مثلا الصف هيعمل لي معادلة، فمعامل ال x 1 1، ومعامل ال y 1 1، ومعامل الاكس في تاني معادلة تبقى تاني صف، يبقى معامل الاكس هيبقى 1 ومعامل الواي سالب 1. ولو بصينا لها كعواميد هنلاقي ان اول عمود ده بتاع معاملات الاكس، وتاني عمود بتاع معاملات الواي. لازم اراعي ان انا ارتبهم الاكس فيها اكس والواي فيها واي، بحيث ان انا ابقى المعاملات صحيحة ما فيهاش غلط. تاني معادلة هكونها هي معادلة الناتج. الناتج عندي 1 و3، يبقى لازم احط المعادلة في الصورة دي، المجاهيل ومعاملاتها على الشمال، الناتج على اليمين. ببدأ ارتب المعادلة بالترتيب x y و z. المهم ان انا لازم تبقى كل المجاهيل بنفس الترتيب في كل المعادلات، ما ينفعش تبقى معادلة مختلة عشان ما دخلش الماتريكس غلط. وبعد كده ابدأ اكون الماتريكس بتاعتي صف صف على حسب المعادلات، 1 1 1 سالب 1، ومعادلة الناتج بتبقى كل الجنب اللي هو على اليمين على يمين المعادلة هنا 1 و3. بالتالي هتبقى x عندي هي b على a، او a inverse b في مضروبة في b لو هنتكلم باسلوب المصفوفات. هنا زي ما كنا بنقول هنلاقي ان كل معادلة عملت لي صف، او لو هنبصلها بالعواميد هيبقى اول عمود عبارة عن معاملات الاكس، وتاني عمود عبارة عن معاملات الواي. قلنا اكس هتساوي ايه انفرس في بي،
يبقى احنا كده خلاص كوننا مصفوفة المعاملات A ومصفوفة الناتج B. ببساطة جدا هندخلهم جوه الماتلاب، هنعرف A وهنعرف B وهنضرب A inverse في B. هنستخدم أمر الانفرس أو نعمل A أس سالب واحد. ف x بتساوي inverse of A مضروبة في B، وهنطلع الناتج بسهولة، هيطلع لي 2 وسالب 1. أول رقم ده بيمثل لي المجهول الأول اللي هو x، وتاني رقم بيمثل لي المجهول التاني اللي هو y اللي هو -1. طلع فعلا الناتج زي ما حسبناها يدويا، حسبنا في الأول قلنا ال x هتطلع ب2 وساعتها هتطلع ال y -1، فعلا نفس النواتج. فنراعي ان ترتيبنا للمجاهيل أدى ان المجهول الأول هو كان x والمجهول التاني هو كان y بنفس الترتيب. فزي ما شفنا اكس ب2 واي -1. ده كان سيستم صغير، معادلتين في مجهولين، سهل حلها يدويا، وازاي شفنا حلناها بالماتلاب. طب لو سيستم 3 معادلات او 4 معادلات، نشوف مثال عليهم. فلو عندنا 3 معادلات بالشكل ده، 3 معادلات في 3 مجاهيل اكس وواي وزد، اول خطوة بنعملها بنرتب المعادلات بحيث ان الحد اللي هو ما اللي هو يعني هنقول ان هو الحد المطلق، يعني اللي هو الناتج ده، كل معادلة بتساوي الناتج بتاعها اللي هو القيمة. هنرتب المجهيل ان كل الاكس يبقوا فوق بعض والواي والزد كلهم فوق بعض بنفس الترتيب عشان ندخل الماتريكس صح. هنبدأ نحطها في صورة الماتريكس، عايزين نعرف معادلة المصفوفة A بتاعت المعاملات، عايزين نعرف المصفوفة B بتاعت الناتج. اول حاجة المصفوفة A هناخدها صف صف صف. اول صف 7 5 سالب 3، تاني صف 3 سالب 5 2، تالت صف 5 3 سالب 7، نفس الكلام. والحد الناتج هيبقى 16 وسالب 8 وصفر. كده عرفنا المصفوفتين بسهولة جدا. هنقول A inverse of B. كده هتلاقي ان احنا لما بناخد الصف كده يعني كأننا لو حطينا الـ A والـ B جنب بعض ومشينا صف 7 5 6 3 و16 وكده، لو عايز تكون المصفوفتين مع بعض وانت بتعمل الـ A والـ B. وقلنا x هتساوي A inverse of B، هدخلهم في الماتلاب، هدخل الـ A وهدخل الـ B واعرفهم، وبعد كده هقول x بتساوي inverse of A مضروبة في B. فهنلاقي ان بالشكل ده عرفنا الـ A وعرفنا الـ B، وقلنا x أس سالب واحد هي هي inverse of A، وهضربها في الـ B طلع لي الـ x 1 و3 و2. معناها ان الـ x هي اللي بواحد والـ y هي اللي بتلاتة والـ z هي اللي باتنين، عشان انا مرتبهم x و y و z. فالرقم الاولاني بتاع المجهول الاول والتاني للمجهول التاني والتالت للمجهول التالت، يبقى لازم اراعي الترتيب. ولو خدت الارقام دي وعوضت بيها هنا هلاقي ان الناتج هيطلع لي فعلا 16 مثلا في المعادلة الاولى، بحيث ان انا استخدم التعويض عشان اتأكد ان الناتج بتاعي اللي طالع صح. لو عايز اطبق على 4 معادلات في 4 مجاهيل نفس الكلام. المعادلات عندي مترتبة، ال W وال X و Y و Z مترتبة في كله، الناتج عندي على اليمين. هبدأ اكون الصورة بتاعت AX بتساوي B. هكون الـ A وهكون الـ B، تبقى الـ X عبارة عن A inverse مضروبة في B. فكونت الـ A وكونت الـ B، قلت في الآخر X بساوي inverse of A في B، هلاقي إن طلع لي الـ X ب1 و سالب 1 3 و7. لو رجعنا بصينا للي فات هلاقي إن هو يعني إحنا حاطين الناتج بتاع المعادلات، لو جربت تعملها بإيدك أو بأي طريقة، بحيث اما تشوف ناتج الماتلاب تبقى عارف ان هو هيطلع لك هي الصح، يعني 1 و سالب 1 3 و7، وبالفعل هو ده الناتج اللي طلع معانا. دي قيمة ال W ودي ال X وال Y وال Z، لان احنا كان اول مجهول عندنا ال W. ده كده اول حاجة هنتكلم عليها، اتكلمنا عليها خالص، ان احنا ازاي نحل شوية معادلات في شوية مجاهيل نحلهم باستخدام الماتلاب. قلنا ان احنا بنحطهم في صورة AX بتساوي B، A معاملات، B ناتج، X بتساوي A inverse of B، جبت المجاهيل بتاعتي. هنكمل كلامنا إن شاء الله عن حل المعادلات. شكرا للمتابعة واستنونا في الفيديو الجاي.